وألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الجريمة المنظمة وبعد تكثيف الجهد الاستخباري القبض على متهمين رجل وامرأة في منطقة الكرادة ببغداد أثناء بيعهم ولدهم البالغ من العمر 5 سنوات بمبلغ 10 ملايين دينار. وكانت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية قد أعلنت قبل أيام على إلقاء القبض على متهمين رجل وامرأة أيضا مطلوبين وفق أحكام الإتجار بالبشر وبيع المواد المخدرة في محافظة كربلاء.